ولا أحلى. ومشاهدينا رح ننتقل للفقرة وضيوفنا الكرام من المغرب. هم مش ضيوف، هم أهل بيت لأنهم متواجدين في الأردن لكن قادمين من المغرب، ورح اليوم يفرجونا ويدلونا ويحكوا لنا عن بعض العادات والتقاليد الخاصة بالمغرب فيما يخص الأكلات الشعبية، الشاي المغربي اللي معروف، وكمان الأزياء المغربية والحمام المغربي، تفاصيل كثير مهمة. لكن بدنا نرحب بضيوفنا الكرام، ست ليلى الذهبي وايضا حسناء الادريسي. انتوا لكم زمان بالاردن 14 سنه تقريبا. 14 سنه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. حبينا اليوم نحكي عن العادات والتقاليد المغربيه، وخاصه انه عدد الجاليه الاردنيه المغربيه في الاردن يعني كثير كبيره. وفي ما يميز المغرب انه في تنوع في الثقافات، ففي طقوس لاشياء كثيره في المغرب، واكثر شيء بيلفت انتباه الناس للمغرب هي الأزياء المغربية. صح. فنحكي عنها شوية، ما يميز الأزياء المغربية، وإحنا راح نشوف كمان شوية، إحنا بنسمع القفطان المغربي. اللي بيميز القفطان أو اللبس المغربي أناقته، الرقي اللي فيه محتشم، مشان هيك الناس إنه صار عليه طلب ووصل للعالمية. بتلبسوا الصبية، بتلبسوا المرة الكبيرة، يعني لسه بالمغربي بيلبسوه صح، مش بس بالمناسبات، يعني بشكل عام ممكن بالأعياد، بالمناسبات، بأسبوع، بكل المناسبات بيلبس الزي المغربي. في للطلعات الجلابية اللي بطاقية، في التكشيطة اللي بتيجي قطعتين الأعراس، في القفطان المغربي زي هيك لاستقبال الضيوف بالبيت. حلو. هلا ان شاء الله بس يجهزوا العارضات كمان نشوف شويه يعني ثواب مغربيه اذا بنسميها. ليلى، عم نشوف طبعا سفره بتشهي، وشكلها يمكن نوعا ما على الاردنيين يمكن يكون غريب لانه هي طقوس مغربيه، وزي ما عرفنا منك قلتي لنا هاي اكثر شيء برمضان. يعني تقريبا الاشياء اللي انا عملتها يعني تقريبا لا شهر رمضان، يعني مثل في عندنا حلو السلو، هذا بنعمله هاي اللي عليها زي اللوز. ايوه هذا بنعمله اكثر شيء برمضان. ايش مكوناتها؟ كانها تمر؟ لا، هي مكوناتها كليتها فواكه، يعني المكسرات. مثل السمسم، اللوز، فيها ينسون، زعفران، مستيكا. شوفي شو مفيده كمان، طحين محمص. على فكره حتى الست لما بتكون نفسها ضروري بيجهزوه لها قبل الولاده. معناته هاي من طقوس الولاده. من طقوس الولاده وبرضه برمضان. ليش؟ لانه كل المكونات تبعها مفيده وبتعطي طاقه للشخص. في برضه الحلو الشباكيه. شباكيه يمكن اعتقد بسموها مشبك هون. مشبك. ايوه. وفي البريوات المثلثات، البريوات هاي بنسميها المشبك. مشبك البنية. وفي الزلابية، بس الزلابية هاي زلابية على الطريقة المغربية، ومكونها كلها بالعسل مش بالقطر، كلها بالعسل. عسل مفيدة. وفي هون تشكيلة حلو غريبة، كعب الغزال أشهر حلو مغربي اللي هو كعب الغزال. وينه؟ أنا ما اللي هو الهلال. هذا اللي بالصحن. وفي غريبة جوز الهند، في نوع الغريبة الثاني بيسموه البهلة، غريبة البهلة. ايش هي غريبة البهلة؟ يعني مكوناتها الطحين والسمسم واللوز. بس كثير طيبة، كثير زاكية مع الشاي. مع حليب. طيب احنا رح نحكي أكثر كمان، بس تحسنا يعني تحكي لنا عن بعض مثلا العادات والتقاليد في المغرب، ايش بيميز المغرب في عاداته وتقاليده؟ اللي بيميز مثلا في بعض مناسبات، ايش عندكم أشياء ملفتة؟ بالنسبة للأعياد، بالنسبة للعيد، رمضان كيف بتحضروا له مثلا؟ رمضان بنحضر له زي ما تفضلت الأخت ليلى، الحلو، سلو، اللمة، صلة الرحم، اللباس المغربي التقليدي بنجهز له. برجب وبشعبان، إنه أغلب برمضان بنلبس الزي المغربي. برمضان الزي المغربي ضروري. عم نشوف زيوت، يعني يمكن حسنا انت رح تحكي شوي عن الحمام المغربي. صح. هاي الزيوت وهاي زي الليفه صح، ناخذها هاي اذا فوكس على الكاميرا. الحمام المغربي، شو سر الحمام المغربي؟ ما يميز عن الحمام بيميز الحمام المغربي الصابون البلدي. قبل
يعني زمان كان انه الصابون البلدي بس من زيت الزيتون، هلا جديد تفننوا صاروا انه يعملوه بالزيت الارغان وبالودعه المغربيه. ايش هاي؟ صابون بلدي. هذا الصابون زيت الارغان. هذا صابون للجسم الأرجان. هذا على الجسم. بعديها ايش؟ الليفه المغربيه. هاي اللي في المغربية. هاي الجلد هاي كل الجلد عليها. الجلد الميت بعد ما تحطي الصابون في الغسول. الطين المغربي اللي بيكون متكون من طين من قرنفل ورد. يا سلام. بنخلط بماء ورد بتجفف بيصير هيك. هذا بنعمل اخر ما بتعملي الحمام بعد الحمام يعني تسكير المسام وبدي نعومه وتفتيح للبشره. في زيت الارغان كمان مش انه بس هذا ما يميزكم في المغرب. مرتبط زيت الارغان هو اكثر شيء كمان بيستعملوه للشعر صح؟ لكل شيء للشعر للبشره للجسم لكل شيء. هذا بعد يعني هو على فكره بيعطي مفعول كثير رهيب بيحفز مادة الكولاجين للبشرة للأظافر للشعر لكل شيء مش انه بس للشعر. ليه مرتبط الأرغان بالمغرب؟ لأنه بتواجد بس بالمغرب موجود كشجرة. كشجرة بس وما بتنبت في أي مكان ثاني يعني حول العالم بس. يعني في دول أخذوها وحاولوا انه يغرسوها بس ما زبطت الا بالمغرب. سبحان الله. ومش بالمغرب يعني في منطقه خاصه بالجنوب بس يعني بس بالجنوب. يعني قد ايه احنا سعيدين اليوم نحاول ناخذ اكثر تفاصيل ممكنه. يعني ليلى هاي انا سالتكم عليها وقلتوا لي هاي بتغطوا فيها الاطباق صح؟ هي بتكون يعني مصنوعه اوريدي بيكون يا اما فضه يا اما نحاس. هاي بنسميها طاجن؟ لا الطاجن هو الفخار. طاجن الفخار. هاي اسمها الطيفور. طيفور. طيفور بيكون هذا الحجم وبيكون الحجم الكبير اللي هو عادة احنا اول ما عرفنا الطيفور عرفناه كبير. بيحط فيه العريس الهدايا اللي بياخذها للعروس فبيروحوا هيك شباب شايلين نسميها جهاز العروس بيكون كبير ومحطوط فيه الهدايا ومغطى وبيفوتوه على بيت العروس. ايش اسمه؟ طيفور. 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 اذا هذا بيستخدمه العريس طيفور. لما يودي الجهاز هذا الحجم الكبير القديم يعني هلا صاروا يعملوه صغير فبنحط فيه مثلا عندك في البيت في رمضان ممكن تحطي فيه تمر حلويات بضلوا محافظ يعني على بدل ما تجيبي صحن وتغطيه وكذا. انا صار عندي فضول اعرف ليش المغرب تتميز بالقرطوس يعني هون بتحسيهم كلهم زي القرطوس شكله حتى القفطان طاقيته زي القرطوس طربوش في يعني اكيد يعني شوفي مثلا عندك الطاجين والطاجن كمان هي الشكل الهرمي معروف انه بضل محافظ على الطاقه وعلى الحراره اللي فيه يعني اكبر قدر ممكن يعني الشكل الهرمي دائما بيحافظ على الحراره. هلا هدول انا رحت على المغرب فجبت منهم كسيفونير يعني عجبني المنظر عاملينهم من مختلف الالوان بس ما عرفت ايش هو يعني عرفت هلا منك ايش هو. تحطيه على الطاوله تحطي فيه الشوكولا تحطي فيه تمر. انا جبت صغنون يعني سيفونير صغير حتى للمكسرات بينفع كمان بينفع بيحطوا هو منه ديكور حلو شكله حلو من هذا. لا في نوعين من الخبز انا ما بعرفش هاد خبز هاد لا هذا بنسميه احنا هو رغايف او مسمن في ناس بيسموه مشلتت حسب كل دولة. في دول بيسموه تشاباتي. انتوا ايش بتسموه؟ احنا بنسميه حتى في المغرب في له كل منطقة تختلف عن بعض يعني احنا منطقتي بنسميه مسمن في مناطق ثانيه بسموه بس هو مش غايب هو مالح يعني هو عجينته بتكون فيها نسبه ملح بس فيكي تاكليه حلو فيكي تاكليه مالح ممكن تحطي جبنه وممكن تحطي عسل وزبده تمام. وهذا اللي هون خبز البيت احنا عندنا بالمغرب يعني ضروري نعمل خبز البيت ما بنشتري خبز يعني الا العرايس الجداد يعني اللي بيكونوا متزوجين جداد اما ست البيت لازم تعمل لازم الخبز. تصحى الصبح تنظف البيت بتعجن العجين تفرز الخبز حلو طيب ست حسنة شو سر الشاي المغربي؟ بنسمع انه في المغرب في طقوس للشاي. الشاي المغربي ما بخلى من بيت يعني هون في قهوه يعني قهوه احنا بالمغرب في الشاي اللي بيميزه الشاي الاخضر النعنع
مفيد. هو شاي اخضر مش شاي اسود أخضر. يعني لا لا شاي زي اخضر نشربه. هو الشاي معروف الشاي شاي صيني أخضر. يعني شاي صيني بس شاي انه صيني. الفرق في المغرب في شركات خاصه يعني بتجيب الماده خام بترجع تفتلها بطريقه معينه فبيعطيك الحبه غير مثلا اللي بشتريها هون لما بجيبه من المغرب بجيبه مركز زياده يعني بدل ما اعمل ملعقه كبيره للابريق هاد ممكن اعمل ملعقه صغيره يعني يرجعوا يشتغلوه في المغرب يعني بطريقه. وهاي الكاسات وهذا الابريق اللي بتستخدمه هذا الابريق يعني اللي بنستخدم فيه الشاي والصينيه. ومن في عاده احنا عندنا بالمغرب ما ذكرتها حسنا انه عندنا احنا الضيف لما بيجي عندنا يعني كيف انك بتكبري فيه تعطيه هو يعمل الشاي. هاي عاداتنا احنا البدو. احنا انا اعتبر بدوية يعني بتجيبي له الاغراض تبع الشاي والمي المغلي خلاص بس يعني. تيجي عندي المره الجايه يعني احنا الضيف عندنا لما يجي حدا يعني وبدك شيء تكبري تواجبي يعملي بدك تجيبي له عشان يشعر انه من اهل البيت. ايوه من اهل البيت تجيبي له. في بتكون صينيه مثل هاي محطوطه وفي صينيه مثلها بيكون محطوط فيها الشاي والنعناع والسكر والمي مغلي وهو بيعمل كل شيء بيكون جنبه كثير حلو هالعاده. طب عندكم الشاي انتم زينا هيك عندنا دائما احنا بالاردن اكيد انتم لكم زمان هون بعد الاكل على طول بيروحوا بيعملوا شاي. انتم عندكم مواعيد للشاي مثلا تقدم كعاده معينه بالمغرب؟ احنا مثلا بعد الاكل بعد الغداء احنا عندنا الفطور ضروري شاي ضروري. بعد الغداء ضروري شاي العصر شاي بالليل كمان يعني ثلاث مرات اربع مرات عصرونية شاي بتشربوا شاي لانه مفيد صراحه يعني جدا جدا مفيد يعني ما بقدر. طيب استحسنا يعني كمان نحكي عن الازياء بشكل اكثر. العروس في لها قفطان معين مثلا بيميزها لازم تلبسه كمان العروس القفطان المغربي ولا العروس يوم الحنه لها قفطان اللون الاخضر هذا يوم الحنه لون اخضر اخضر لازم انه يكون اخضر يعني تفاؤل شيء كويس عدت من زمان يعني لازم انه تكون لابسه الاخضر طريقها خضراء عشان طريقها خضراء ان شاء الله. يوم العرس بتلبس حسب عشر قفطين بتنوع في الالوان. اول شيء لازم انه تفوت بالابيض بعدين انه حسب العروس وذوقها يعني قدرتها كمان وكمان قدره الواحد كيف شو كمان احكي هاي في هلا عم تعرض الصبيه ازياء مغربيه زي مغربي احكي عنه احكي لنا شوي. القفطان هاد قماش انه ساري هندي بس مخدوم على طريقه القفطان المغربي السفيفة والعقاد والحزام. ايش السفيفة؟ السفيفة هي هاي اللي بتكون على الصدر السفيفة هاي والعقد هي زي الزرار زي اللي انت حطيتهم زي الزرار هاي هي اللي بتميز يعني القفطان صحيح. المغربي أوكي. والحزام المضمة بنحكي لها المضمة قماش حرير وتحت شيفون حرير. انتوا بتتفننوا كثير في القفطان يعني في اشكال الوان حلوه طبعا تطور القفطان بطل انه يعني محتكر يعني نتوسع يعني بس اللي له طربوش احنا دائما بنربطه بالسيد المحجبه اللي هو مظبوط اللي هو زي لابسته جلابيه هاي انه ممكن انك تقبلي فيها ضيوف تطلعي فيها وممكن انك تطلعي فيها على السوق عمليه في مثلا هذا الاصفر هاد بنحكي له زي البربري البربر هيك بلبسوا المنديل الامازيغ بدي اسال انا كنت على المنديل هذا المنديل بربري يعني بربري واللون كمان الاصفر يعني بيلبسوه كثير البربر الامازيغ بالمغرب طب انا بدي اسالك حسنا سريعا هل احنا العروس بشكل عام يعني بطل يمكن كثير ناس تتقيد بالفولكلور الاردني يعني بتلاقيها خلص بتلبس الفستان الابيض التقليدي اللي متعودين عليه وخلص هل انتم العروس كل عروس بالمغرب لسه بتتميز ب انها تلبس القفطان المغربي وزي ما قلتي انت تغير عشر لبسات
لسه محافظين على هذا التقاليد، لسه محافظين حتى حتى اللي ما عندها، اللي حتى يعني اللي ما عندها يعني تبعها مش استطاعتها انها تعمل دار، لانها صار في محلات بتاجر اذا مش صح، مش استطاعتها انها تفصل مثلا بتاجر يعني بتاجر، فلا هي ليله واحده بالعمر يعني. مزبوط. هلا كمان ما يميز المغرب انه بالزخارف، الزخارف الموجودة يعني سواء كانت على الحيطان، أنا انتبهت لها. إيش اسمه يا زليج؟ إيش الزليج؟ في الصيف الزليج اللي هو زليج، هي المخرج بحكي لي اسمه الزليج. زليج زي الصحن، أنت بدك توجهين الصحن إشي قريب على الزخرف، الصواني، الكاسات، حتى الجدران فيها كمان فخار. هذا الصحن قريب إشي شبيه هيك زليج، عجبك شكل السيراميك؟ انا لاني جربته واكلته في المغرب فبعرفه يعني، حتى وين ما تروحي موجود هذا الخبز، موجود الخبز بالشارع، موجود بالشارع وين ما كان، فهو يعني على نظام الخبز الفرنسي تقريبا. صح. انا عجبني بس انه هذا بطحين القمح يعني، من قمح صح، من قمح يعني. كثير زاكي. طيب مثلا خلينا نحكي كمان في المغرب، شو في تعدد، احنا رح نشوف هذا التوب كمان، بس اللي بروح المغرب بشوف في تمازج ثقافات وتنوع ثقافات، وانا كنت احكي لحسنة انه اجمل شيء في الشارع المغربي هو التنوع، وين ما تروحي في صور مختلفة. صح. شو السبب في هذا؟ شو اضاف للشارع المغربي؟ احنا اصلا عندنا في المغرب يعني مكون ثقافي يعني، بحيث ممكن تلاقي عندنا امازيغ. عندنا يعني مثلا تلاقي الطفل بالبيت بيتكلم كذا لغة وكذا لهجة يعني، فكثير عندنا تشكيلة يعني بالمكون الثقافي اللي هي مثلا عندنا الحساني، عندنا الأمازيغي، عندنا أهل الشمال مثلا، تحسي في تعايش يعني. صح. في تعايش كبير يعني في نحكي شوية على صبية، على التكشيطة هاي من القماش بتحكوا له ترتر ترتر ترتر، تحت ستان ذهبي وترتر احمر مخدوم بسفيفه ولعقاد ونمضمه. حلو حلو كثير. هلا بدك تحكي على الطاجن ليلى. هلا هذا الطاجن واللي تحته مع بعض هذا ما حكيت عنه انا. هي شغله تراثيه بحث يعني. اللي بيكون التحتاني هذا نسميه احنا المجمر، بس المجمر كانون درب لثقيل تقيل كثير، في اكل حتى حتى الاكل طبعا. ايش هذا؟ هذا الطاجين. هي شوف الاكل، هذا الطاجين لحم بالبرقوق. لحم بالبرقوق. بالبرقوق معروف يعني اكله مشهوره بالمغرب، والبرقوق اللي هو الراسيه انتم بتسموها. مزبوط. الراسيه مزين بالبيض هذا الصغير، بيض السمان. بيض يعني السمان. يعني طير السمان. احنا اي شيء في الاكل المغربي زينه بتدخل فيه بيض، مش هي وصفه من ضمن الوصفه، بس زينه البيض بتلاقيه على اغلب الاكلات بنزين فيه يعني. هذا البيض لطائر اسمه السمان. من وين تجيبوه؟ موجود هون بالارض. موجود. فعاده الطاجين هذا بيستوي على الفحم على القطعه اللي تحت اللي هي المنقل. هذا المنقل برضه مصنوع من يكون الفخار، يكون فيه فحم يعني، يكون فيه فحم، فبتحط عليه الطاجين فبيضلوا يستوي ساعتين ثلاث على مهله، فبتطلع الاكله كثير زاكيه. شوفي لانه كمان على نار هاديه بيطلع كثير زاكي، كثير بيكون طاجن البرقوق. فرق، بيكون فرق كبير بين الطبخ بالطاجن وبين الطنجره. هاي اكله شعبيه يعني مشهوره عندكم؟ مشهوره اكيد يعني. لحم بالبرقوق. لحم بالبرقوق. لحم بالبرقوق. الاكله الرسميه هي في المغرب الكسكسي. بالضبط. هاي اول مره شبيه بالمفتول. شبيه بالمفتول. المفتول بس الكسكسي فيه خضار، المفتول لا بس حمص. وبيختلف طريقه طبخه من منطقه لمنطقه في المغرب، بعتقد بيضيفوا بعض شغلات من منطقه لثانيه. كل منطقه وإلها طريقه الطبخ له. عندكم حسنا مثلا العروس كمان حمام العروس، هاي تفاصيل دخل يعني طقوسه. في حمام العروس بيكون يوم كامل، صحباتها بنات خالاتها بنات عمها، يوم لهم كامل بالحمام. بجهزوا لها الحمام قبل بوقت، زغاريت، يشغلوا شموع، شمع، بخور، اشياء، حنه، بدهنوا حنه للجسم، بيصير يعني كأنه حفلة بالحمام المغربي جوا.
طب هلا احنا في يعني بنعرف دولنا العربيه في حمام مغربي اللي هو اللي بيروحوا يعني الصبايا خصوصي عليه للحمام المغربي، انتم في ببيوتكم هاي العده بتكون عندكم بالبيت يعني ولا في حمام؟ اي بيت بتلاقي هاي الاشياء، اي بيت مغربي بتلاقي صابون، زيت الارغان، الليفه، حتى لو انه مش متوفر في البيت وانت رايحه على الحمام تاخذيه بطريقك من عند العطار. اي حمام مغربي جنبه ايش؟ عطار، بتتناولي شغله وبتفوتي على الحمام. حلو. احنا سعيدين جدا بتواجدكم وللمغرب الحبيب الشقيق كل المحبه ويعني هالتمازج الروحي بين البلدين. وتحياتنا لكل الجاليه المغربيه في الاردن، اهلا وسهلا فيكم ست ليلى، اهلا وسهلا نورتينا. بشكركم على هاي الاستضافه. حسن الادريسي اهلا وسهلا وسلم عليكم. اكيد اهلا وسهلا على الاستضافه. اهلا وسهلا حبيبي، اهلا وسهلا فيكم.